أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، نرحب بكم من مدينة بيت لحم بالتحديد من السوق المركزي. من خلال هذه الجولة في سوق الخضار سنتعرف على آراء التجار والمواطنين بخصوص موضوع سماح السلطة الفلسطينية بدخول البضاعة الإسرائيلية للسوق الفلسطيني ابتداء من يوم غد الأحد. هنا معنا أحد التجار، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. عن حضرتك؟ وليد محمد بريم زماري. أخ وليد، يعني أنت تاجر في هذا المكان؟ نعم. طيب، شو رأيك في قرار السلطة الفلسطينية بداية في حجب وعدم إدخال أو السماح في إدخال البضاعة الإسرائيلية للسوق الفلسطيني؟ قلنا لكم بداية، يعني إحنا مش ضد إنه يدخلوا أو ضد، في شغلات إحنا ما فيش عندنا اكتفاء ذاتي في السوق المكسيكي، يعني شغلة الحمضيات مش اكتفاء ذاتي، برتقال مش اكتفاء ذاتي، إحنا بقينا يعني الشعب الفلسطيني بقى يصدر البطاطا، صرنا نستورد البطاطا، طب ليش؟ في عندنا مساحات واسعة. طب ليش احنا اللي بنصدر واحنا؟ اقول لك هاي في عندها غزة، بالرغم انها عندها حصار شامل، عندها اكتفاء ذاتي، مظبوط ولا لا؟ يعني السبب يعود ان فيه اهتمام في المزارع مثلا؟ لازم يهتموا في المزارع عشان يصير عندنا اكتفاء ذاتي. طيب، احنا مش ضد السلطة، احنا مع السلطة، بس شغلة بدنا بديل، مظبوط ولا لا؟ يعني اتخاذ خطوة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بدها بديل فلسطيني. نعم، 80% من البضائع مش موجودة هان. بيمشي احنا خلينا. طيب، انت مع ان يرجعوا عن قرارهم؟ يعني الحكي بدور اليوم عن ان البضاعة الإسرائيلية ستدخل صباحة يوم غد الى الارض الفلسطينية. طلع شبك واحد بغض النظر، يعني اقول لك هم بيستوردوا من احنا واحنا بنستورد منه، اقول لك قطعوا شغلة العجل، ليش رجعوها؟ في عندك بديل كان عندك في الضفر، مش عاودوا رجعوها؟ يغلي شغلة الليمون الحامض، شغلة البرتقال، ما في عندنا برتقال، يعني أنا اليوم ما بقيت أشتغل أخذ الكيلو الليمون الحامض بشكل نص، صار عندي 5، هي عندي علي جملة 5 شكل. يعني تضرر المواطن والتاجر من هذا القرار؟ أكيد، يعني أقول لك هي تيجي للمواطن وتقول له الكيلو الليمون الحامض ب7 شكل، ما برضى، برتقال ما برضى، أنا قبل فترة كان الكيلو الليمون الحامض 3 شكل، أقول له اطلب 10 أو 4 يستوعب، بس يوم أقول له 7 شكل ما بيستوعب. يعني على مدار تقريبا شهر تم منع البضاعة الإسرائيلية من الدخول، كانت النتائج سلبية على السوق الفلسطيني. 100%، أنا مش ضد السلطة، إحنا مع السلطة، بس ما في عندي بديل ولا اكتفاء ذاتي. طيب، شكرا لك. أنا بقدر أستغنى عن شغلة الفواكه، بس ما بقدر أشتغل عن الحمض، يعني شغلة الحمضيات أساسي في الدار. صحيح. 100%، بس ما بقدر أستغنى عنها. أنا لو عندي اكتفاء ذاتي ما بأخذ منه. شكرا لك أخ وليد على هذه المداخلة. معنا أيضا تاجر آخر في هذا المكان، تفضل. الله يعطيك العافية. الله يزيدك العافية. كيف شفت قرار السلطة الفلسطينية بإعادة إدخال البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني؟ هو القرار يعني المفروض يكون هيك، لأنه بصراحة يعني 80% من البضائع الموجودة عندنا كلها إسرائيلية، 80% هاي بضائع إسرائيلية، فيعني بدك تمنع، إحنا مش مع السلطة، وإحنا يعني مع السلطة، بس يعني بدك تمنع بدك توجد بديل. إحنا بنقول لك في السوق المركزي في 80% البضائع اللي هي إسرائيلية، بتكون من يوم قطعوا البضائع الإسرائيلية بصراحة السوق مات، فيش تجار، يعني فيش، يعني الحركة التجارية تأثرت طبيعي، تأثرت لأنه فيش بضاعة، أغلبها من السوق الإسرائيلي بتجينا هاي البضائع، يعني من يوم تم قطعها 80% يعني البضائع هاي بتكون إسرائيلية، فيش عنا بديل. قصدك إن السوق الفلسطيني والمزارع الفلسطيني ما بينتج حاجة السوق الفلسطيني؟ بالضبط، ما بينتج الحاجة الرئيسية. وبالتالي أنتوا كتجار تأثرتوا؟ أكيد تأثرنا، بعدين بيجي هنا زبون يعني صار يقول ما فيش إشي يعني إلا البضائع المحلية الموجودة عندنا بمزارع الفلسطيني بصراحة. طيب، الأسعار كيف كانت الأسعار خلال الشهر الماضي؟ الأسعار ارتفعت، لأنه فيش عنا ارتفعت يعني زي ما قلنا لك الحمضيات، لما الليمون الحامض أنت كانت ب 3 شيكل صار ب 7 شيكل، يعني رطل الليمون الحامض ب 20، وهنا المواطن بيقدرش يشتري رطل حامض ب 20 شيكل بالمرة، خصوصا الأوضاع الاقتصادية بشكل عام صعبة على التاجر وصعبة على المواطن برضه، على الجميع صعبة. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا أيضا أحد التجار في هذا المكان، الله يعطيك العافية، تعرفنا عن حضرتك؟ نبيل الزماري أخي. من حلحول؟ نعم صحيح. أهلا وسهلا فيك. طيب، يعني أنت تاجر في هذا السوق، قرار السلطة تراجعت عن قرارها بمنع استيراد البضاعة الإسرائيلية، وغدا ستدخل البضاعة إلى السوق الفلسطيني، شو تعليقك كتاجر؟
يعني تعليقي تتاجر يعني الخطوة أنا زي يمكن ما تفضلوا حكوا قبلي أنه إحنا ما قررت الحكومة قلبا وقالب، بس أنا لما أتخذ خطوات المفروض أني أكون أوجد بديل. يعني أنت هون رفعت هون صار عندنا اللي هو الأسعار ارتفعت، بالعكس أنت هيك بالخطوة هذه اللي هو اللي هو يعني الاقتصاد الإسرائيلي ارتفع. يعني من ناحية شو؟ من ناحية شو؟ أنه الناس صار تيجي هنا ما تلقاش اللي هو اللي بدها إياه، تروح على مين؟ يعني تروح على اللي هو مثلا رامي ليفي. يعني أثر على السوق بشكل. نعم صحيح. طيب أنت كتاجر فلسطيني رأيك يعني إن يعني خطوة الانفكاك الاقتصادي كما سمتها السلطة الفلسطينية في بعض الأحيان قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إن إحنا ننفصل عن إسرائيل في موضوع الاقتصاد قابلة للتطبيق في ظل الوضع الحالي؟ ما أنا حكيت لك إياها في البداية، بدك توجد بديل. أنا ما في عندي البديل، يعني أقول لك إحنا ما في عنا اللي هو مثلاً كاكا، ما في عنا مانجا، ما في عنا اللي هو مثلاً أفوكادو، شغلات زي هيك غير متواجد في الأراضي الفلسطينية. يعني كثير من الأصناف السوق الفلسطيني والمزارع الفلسطيني ما بينتجها. نعم صحيح. وبالتالي بكون البديل من إسرائيل. نعم صحيح. طيب تتوقع إن خطوة السلطة الفلسطينية بمنع استيراد البضاعة اللي كانت بتأثر على إسرائيل؟ والله يعني زي ما تقول الشغلة هي بتأثر وما بتأثر. من ناحية شو مثلاً بتأثر؟ بتأثر يمكن زي ما تقول الإدخال بصير على مناطق السلطة. نعم. الإدخال على مناطق السلطة ما بتكون اللي هي الكمية، فبتأثر على الاقتصاد الإسرائيلي، بينما في نفس اللحظة اللي هو كمان بأثر على الاقتصاد الفلسطيني. يعني بيأثر على الاقتصاد الإسرائيلي لكن بشكل جزئي ربما. نعم صحيح. شكرا لك أخ زمارة على هذه المداخلة. الله يعطيك العافية حج، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. من سعير حضرتك؟ من سعير. عرفنا عن حضرتك؟ تمش مطرون. صحيح. طيب عم الحج يعني اليوم أو تم اتخاذ قرار جديد بإعادة إدخال البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، شو رأيك في هاي الخطوة؟ والله الناس زي ما بدهم بسووا، مرة برضوا مرة بدهم مش ما يعني هذه صارت هواية زي هوايتهم الشغلة. ما يعني ما شو بدي أقول لك، أنا ما بقدرش أعبر عن الشيء هذا. القصد إن أنت مع هاي الخطوة إن نقاطع البضائع الإسرائيلية، وهل السوق اللي أنت موجود فيه على يعني في ساعات طويلة بتأثر؟ بدنا نقاطع البضاعة الإسرائيلية، بدنا نستمر على الحكي هذا، مش نقاطع يومين ثلاث ونعاود نرد مطرح حكي واقف الشغلة، ما بتزبط الشيء. يا بنقاطع من مرة يا بنصح من مرة. طيب في تقريبا ثلاث أسابيع ونصف تقريبا تم مقاطعة البضائع الإسرائيلية، السوق في بيت لحم تأثر؟ والله الفواكه يعني خفت، صارت الناس تجفل من السوق، يعني ما يلقوش فواكه، ما فيش يعني خفيف صار الحركة، الحركة الشرائية قلت، صارت الحركة والله خفيفة. والأسعار؟ الأسعار ما فيش يعني بضائع اللي قلت البضاعة وبالتالي السعر ارتفع. ارتفع السعر شوية وقلت البضائع. شكرا لك عم الحاج، شكرا على هذه المداخلة، الله يعطيك العافية. تعرف عليك محمود بن سالم. أخ محمود يعني أنت مواطن ولا تاجر في هذا السوق؟ مواطن. كيف شفت خلال هاي الفترة اللي منعت السلطة فيها إدخال البضائع للسوق الفلسطيني، البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، كيف شفت الوضع بشكل عام؟ أنت مع هذه الخطوة ولا لا؟ إحنا مع الخطوة، بس يمنع البضائع الإسرائيلية الكل مش بس الخضرة، يوقفت على الخضرة، يمنع كل شيء، الألبان يمنع، البنزين كل البترول يمنعه إذا بدهم يمنعه. أنت قصدك يقول إن إحنا تابعين اقتصاديا في كل شيء؟ في كل شيء يمنعه إذا وقفت على الخضرة، الخضرة ما الشعب واكل هوا إذا واقفين على الخضرة. يعني كيلو الليمون بقى بشكلين صار بسبعة الحين. طيب أنت مع قرار السلطة بإرجاع إدخال البضاعة للسوق الفلسطيني، البضاعة الإسرائيلية للسوق الفلسطيني؟ نعم صحيح، يرجعوها، يا برجعوها يا بمنعوها على الكل. يمنعوا كل البضاعة الإسرائيلية؟ البضاعة الإسرائيلية يمنعوها. حسب اعتقادك كمواطن مين بتضرر، الفلسطيني ولا الإسرائيليين من مثل هاي خطوة منع البضاعة؟ الجهتين بتضرر، بس إسرائيل بتضرر أكثر الوضع الاقتصادي.
شكرا لك وأنت أحد المواطنين في السوق المركزي. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام من سوق مدينة بيت لحم. الله يعطيك العافية خالتي. لك عافية حبيبي. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. بتبيعي زهر اليوم؟ لا والله شغل أنا ببيع اليوم. الله خالتي شو رأيك بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الخضار والفواكه؟ مالها؟ أنت مع خطوة مقاطعة البضائع الإسرائيلية؟ طبعا إحنا. طيب عم الحاج ننتقل لك. إحنا فلسطينيين، فهمت علي؟ زي ما بيضغطوا علينا اليهود لازم نضغط عليهم. يعني إحنا هذه الخضرة تبعتنا، فهمت علي؟ بتكفينا. لكن إحنا مش مستغنيين تجارنا عن بضاعة اليهود، فهمت علي؟ دائما بيجيبوا وبيبيعوا وإحنا بندعم فيهم. يعني إحنا كفلسطينيين بندعم فيهم في السلعة اللي إحنا بنخذها، وهي البضاعة تبعتنا هي موجودة وبنبيع وعايشين والحمد لله. عم الحاج شو البديل برأيك انت كمواطن فلسطيني مزارع؟ شو البديل؟ انا مزارع، فهمت علي؟ يعني بضاعتنا هيوها بندلل عليها دلال، وهذا وضعنا، هذا هو، لا متغير ولا متبدل. يعني الناس بتفضل البضاعة الإسرائيلية؟ البضاعة الإسرائيلية، فهمت علي؟ هيها موجودة ملية السوق عندنا، فهمت علي؟ مهما بيحشوا مهما بيسووا هيها بتتدفق وبتيجي. طيب انت كمزارع بتتلقى دعم من الحكومة الفلسطينية حتى تنتج وتصير مزارع نشيط وتنتج؟ ولا بدعمونا ولا في اي اشي، يعني حتى بيوعدونا صور يسووه على البستان عندنا، واليوم بكرة وهي الى 20 سنة قاعد محله. حضرتك من أي بلد؟ أنا من إرطاس. من إرطاس. إرطاس يعني أرض خصبة، ممكن إن تكون أرض زراعية وتنتج؟ هي خصبة بس أهلها مقصرين في واجبها، يعني روح اتفرج عليها بتلكاها خراب. ليش؟ لأننا إحنا اعتمدنا على الشغل اللي هو عند إسرائيل، اللي بأخذ 400 شيكل و350 شيكل، بقول لك أنا بدي إيج أقعد هان يوم 8 أعبي ويوم 8 أبيع وأخذ 200 شيكل، بديش إياها. أنا بحكي أولادي يعني، مش بحكي عن غير. يعني حتى أنتوا كمزارعين وبتهتموا في الأرض، البضاعة اللي بتنتجوها ما بتنباع؟ إحنا بنبيعها هان، فيش تسويق بضاعتنا، ما في عليها تسويق بتاتا، فهمت علي؟ إحنا اللي بنبيعها واحنا اللي يعني مشفيتنا والحمد لله. طيب انت عمي الحج عبر الجزيره مباشر، قناه الجزيره مباشر، شو بتوجه رساله كمزارع فلسطيني لازلت تحافظ على ارضك وتزرعها وبتفلحها؟ نعم صحيح، لازم يهتموا في الارض وما يظلوش معتمدين على الشغل هذا اللي هو يوم وبكرة بعرفش الواحد شو بصير عليه. بس هذه الأرض إحنا نحافظ عليها ونشتغلها، فهمت علي؟ هي بنخدمها بتخدمنا، بنبخل عليها بتبخل علينا، ما فيش فيها لا مندحر ولا كثير ولا كليل، فهمت علي؟ الأرض عندنا كلها أصبحت خراب، كلها أصبحت خراب، لأن الشباب لا حكيم الشغل اللي مستفيدين منه وبقبض 400 شيكل 350 شيكل، كلك هذه شغلة. أنا شكرا لك. شكرا لك عم الحج على كل ما تفضلت به. لازلنا مستمرون معكم مشاهدينا الكرام من سوق بيت لحم المركزي، وهناك طبعا ردود أفعال متفاوتة بخصوص قرار السلطة الفلسطينية إعادة البضائع إلى السوق الفلسطيني. هنا أحد المحلات التجارية كما تشاهدون، والحركة لربما يعني هناك كساد اقتصادي قليل مع يعني عدم إدخال البضائع الإسرائيلية، لكن ربما غدا سيكون الوضع مختلف عم الحج مع دخول البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني. الله يعطيك العافية. هذا ميس مرحبا.
طيب عم الحاج، يعني احنا بنحكي عن البضاعه وادخال البضائع الاسرائيليه للسوق الفلسطيني، في قرار من يوم غد سيتم ادخال البضاعه. الله اعلم، ما جاناش القرار المضبوط 100% يعني. نعم. طيب في حال طبق هذا القرار ودخلت البضائع الاسرائيليه، كيف كانت المرحله الماضيه لما منعت البضاعه من الدخول، وكيف السوق كان؟ هل تاثر السوق كونك احد التجار؟ نعم، كان صعب كثير، كان صعب علينا وكان صعب على الشعب كمان. يعني الاسعار ارتفعت؟ مش قصة صارت ارتفعت، البضاعة انقطعت من الأسواق وصارت شحيحة لأنه فيش بديل.